حياكم الله ويا هلا بكم على كل متابعي ومشاهدي قناه سامراء الفضائيه بحلقه جديده من برنامجنا، برنامج يرهم كلش. حتكون عندنا جوائز وهدايا مقدمه من الشركات الراعيه، واول هديه مقدمه من مركز امبريال للتجميل ومجموعه شركات يحيى حسين السامرائي الداعم الاول للمشاريع الصغيره والكبيره. واكيد عندنا سلسله مطاعم مندي اليمن ومتسوق ماركت ومثلجات جيلاتو، واكيد عندنا ويانا اليوم اجهزه كهربائيه مقدمه من معرض الوليد. نبدأ وياكم مشاهدينا الكرام بأول فقرة، يا فقرة ركز وجاوب. فقرة ركز وجاوب راح تكون بيها تحدي بين فريقين، أكثر شخص راح يجاوب على أكثر عدد نقاط، على أكثر عدد نقاط راح يفوزون وياه بالجوائز والهدايا المقدمة من الشركات الراعية. نبدأ وياكم وهو أول سؤال: ما هي المدينة التي تسمى بمدينة الضباب؟ هذا أول سؤال، لكن اللي راح يجاوب عليه حيفوزون وياه بالجوائز المقدمة من الشركات الراعية اللي شاركتني بالتصوير. المصور أيمن الخالدي والمصور علي حسين، وياكم بالتقديم خطاب القصاب. مرحبا، أنا بنت مثلي مثلكم، وأعرف إن الجمال هو شيء ينبع من الداخل، بس أحياناً نحتاج إلى عناية من الخارج حتى نصنع شخصية أقوى وثقة أكبر. بمكان يقدم لي خدمات عناية متكاملة لبشرتي وإضافات الجمال الطبيعي الوجهي وليزر إزالة الشعر بسلاسة وسرعة ونظارة البشرتي عنوان جمالي. ولأن إحنا نؤمن بأن جمالك يستحق أفضل المنتجات والخدمات، لازم تحظين بتجربة فريدة من نوعها للتجميل وعناية متكاملة بالجسم والبشرة. بالنهاية راح تتركين مملكتنا بثقة وجمال لا مثيل له. إمبريال، حيث يبدأ الجمال. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون صحة؟ زينين؟ الله يديك. ابو منو؟ ابو محمد. ابو محمد، من وين ابو محمد؟ من الرمادي. من الرمادي، هينا. حياك الله. والله محلي. شلون الرمادي؟ والله تخبل. بيكم ان شاء الله. يحفظك ربي. شلونك؟ الحمد لله بخير. تبارك. تبارك. ايش تداومي؟ ايش تشتغلين؟ خريجة إدارة واقتصاد. وما كنت عين؟ طبعا. ما شاء الله. تمام. ابو منو؟ ابو لارا. ابو لارا، حياك الله. شو اسمه ابو لارا؟ موظف. موظف حكومي. شو اسمك؟ آلاء. شو درسين؟ تخدير. عاد حموت. تبارك. اسنان. لا خامس. رابع. تمام نبلش. هنا نباعه. عندي هنا هدايا اجهزه كهربائيه، وهنا عندي ظروف اشكال والوان. بس اكو ظرف بالنص هذا بس اللي جاوبها صح. بس اللي جاوبها صح. تمام. شتو؟ حتقين تلي ورا؟ تقدمي تقدمي تقدمي. تعال 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 تعال. تمام. نبدي هنا. اول سؤال نبدي هنا وهنا. لا كيف؟ الحج اكبر. الحج اكبر ان شاء الله وكبير الله. تمام. هنا نبدي. المايك يمك. جاهز حجي؟ جاهز. نبلش؟ بلش. ركزوا، ما حد يغشش الثاني. لازم تجاوبون اكثر عدد نقاط، اللي جاوب على اكثر عدد نقاط. ما هي المدينة التي تسمى بمدينة الضباب؟ لندن. لندن. مين يصير يجاوب؟ وقت السؤال الثاني. لا لهنا. بس له؟ بس لندن. اي. نعم. يلا سلام. لندن؟ لندن. الجواب صحيح. زين انا اقول خطا. لندن. انا اقول خطا. دعتك لندن. مصر. أني أدبي. إيه. مصر. ما مصر. شو تقولي؟ مصر وأردن. خطيها المايك حجي. لندن. لندن. هاي. تمام. نجي هنا أول نقطة. سؤال الثاني. نعم. ما هي نسبة المياه من الكرة الأرضية؟ تقريبا 70%. يعني من 60 إلى 70%. أي نعم. 50 إلى 60. طيح المايك كم؟ 50 إلى 60. 50 إلى 60. حلو. 60%. 60%. من 50 إلى 60%. زين. شو تقول حجي؟ من 60 إلى 70. من 60 إلى 70. أي. وين يا بابا؟ من 60. والله ما صح تقولي لا ويا بابا ولا وياهم. 90%. جوابهم خطأ كلهم. أي. فحاول تفكرين. سؤال عيدة ما زحمة. نسبة المايك.
نسبة المياه بالكرة الأرضية شقد؟ 80. راحت عليكم. واحدة ايش بقيتي؟ 80 إلى 90. لا هاك راح نغرق. هو نهر تزلي راح ماكو. 80% إلى 70. مصرة؟ إي. أقول راح نغرق ومصرة. نغير السؤال؟ جواب خطأ. راحت عليك. وفوقها غلط. زين من 50 إلى 60. 50 إلى 60. نعم نعم. جواب نهائي. وش قلتي جوابك؟ قلتي؟ ايش قد؟ من غششت؟ والله باعني ببالي. ببالي 75. بس من قال بابا فإنه ركز قلت يعني بابا حيعرف أكثر من يمي. جواب صحيح؟ 75. إي. ثبتين؟ ثبتت. نغير السؤال ونثبت على السؤال؟ لا أثبت عليه. أكيد؟ 75. أنت تعبتي بالدراسة. اي والله خطا. 71 نفس الشيء. لا 71 تمام. هسه راح عليك مثل ما يكمل حجي. سؤال الاخ، اذا ما تعرفوه قل لي من عرفه. تمام ماشي نبلش. من هو مكتشف امريكا؟ ترى مو اني باوع. اعطيني خيارات. ماكو هاي المشكله. مكتشف امريكا والله على بالي بس اذا تعرف الجواب اي واحد يغششكم منك اذا تخسرون حتى ان الاخير سكتك. اي حاجه ضربت اليمين اليوم. اي والله ضرب. ايوه ايوه الذهن فول. لا والله 3 دي. ها ستوك ستوك ستوكهولم ما ادري ايش اسمه نسيت اسمه. لا هذا يبيع فلافل. لا والله ما كمش ما اعرفه. ما تعرفين؟ بدل السؤال. تمام هو ما نعرفه يعني ليه قدام. غير السؤال. غير السؤال. غير السؤال. حجي راح عليك شنو ايش اسمه انسى الموضوع. تمام راح نغير السؤال. هسه راح ارجع هنا ما كمك. نعم قبل ما تعرف تطل بنتك ان شاء الله. اين افتتح اول متحف بالعالم؟ اعتقد باريس فرنسا. باريس. باريس احتمال يعني. باريس متحف اللوفر. باريس. باريس هو باريس. باريس باريس. انت ايش مش ضايجه جاي على اعصابك هنا؟ لا لا باريس. باريس باكل معك حجي. وين اين افتتح اول متحف بالعالم؟ يعني مو متحف اللوفر. لا لندن. ولا دولة اوروبية ولا دولة اجنبية. متحف. يا اعطيكم مجال تفكرون. فكروا فكروا عادي. ابو اي فكر. اي متحف البغدادي هي انا. ما طلعنا بالمتنبي يعني. ها بدي ساعدك. هسه ساعدتكم. يلا رجعوا فكروا. يلا فكروا. انتوا ناويين تخسرون ولا ناويين تفوزون؟ واحد يحب الخساره. يلا هسه بسطتها. راح ابسطها لكم. دوله عربيه اسيويه مو اجنبيه اكيد. بعد ما اقدر من المغرب العربي. وين من المغرب؟ المغرب العربي. حلو ما دخل بجواب ابوك. جزء خسرج وجزء خطا وجزء صح. مصر. 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 نعم. شنو الجواب؟ صباح الخير. ها مصر. مصر 30. مصر لو المغرب. مصر 30. ثبتي؟ ثبتت. طيب. اروح ويا الاخت مصر. تمام. مصر ويا بابا. مصر. نانا عوفي. مصر. مصر. يا مصر؟ مصر. ها هي مصر؟ مصر. يا عمو المغرب. شلون اروح ويا ابوك؟ ما اعرف. ها؟ روح هنا شيخ. صدق انا هو الفايز؟ ما متأكدين 100%. ما متأكدين 100%. أسئلة صعبة؟ والله صعبة. إيش دارسة كتيري؟
في دار اقتصاد. وش دارتك قلتي لي؟ تخدير. وانت شنو؟ رابع. واسئله صعبه؟ ما شاء الله اقوياء بالتاريخ انتو. جواب صحيح هو مصر. صارت نقطه هنا لكم ونقطه لك. نقطتين مو نقطتين. هسه المايك كان يمكم. هسه نحاول يمكم لو يمهم. لا ترى مو سيبنا هسه يلا صعبه. صارت صعبه. كنا على الرياضه كره قدم بالدين. مو معقول واحد ما يعرف. ما هي اطول خلي جاوب هو عشان يرجع لك. نعم. ما هي اطول رحله في تاريخ البشريه؟ ما هي أطول رحلة في تاريخ البشرية؟ أطول رحلة؟ يعني إيش تقصد بأطول رحلة؟ فبسط لي السؤال. ترى واضحة كلش. ما يخالف بسط لي هالسؤال. يعني أجاوب؟ أنا تعرفين جاوبي. أها. يلا. رحلة الإسلام. الإسلام؟ إيه. أنت قلت ديني. إيه رحلة الإسلام يسموها؟ يعني هي. الرحلة الإسلامية. رحلة الإسلامية؟ نعم. تمام. ايش الفكره؟ ما اعرف. انت تعبتينا. ها حجي رحله ابن بطوطه. ها ابن بطوطه حجي. ما هي اطول رحلة في تاريخ البشريه؟ راح سندباد. ايه شو تاريخ البشريه؟ يعني رحله اسلاميه. رحلة النبي صلى الله عليه وسلم. أيه؟ من المكة المكرمة. سموها رحلة شنو؟ هي من المكة المكرمة إلى المدينة الهجرة. لا لا من هاجر. لا سموها زين. من بيكم عنده انترنت بسرعة؟ ما حد؟ عندي. عندك؟ ايه؟ يعني أعطيك فرصة. أعطيك دقيقة. نعم. بالجوجل على السريع بسرعة. دقيقة بالجوجل. بس تعبر دقيقة تخسر. احسب لي. احسب لي ايمن. خلي يفتح البيانات. دقيقة انا مطي ما اعرف. رحلة الطائف. رحلة الهجرة النبوية. زين انت تعرف صار لك ساعة تباوع عليهم. تعرف انت قول لي جاوبني. تعرف ايه رحلة الإسراء والمعراج. رحلة الإسراء والمعراج. ايه ها شلون بالله دقيقة شلون قاري قرآن وخادم ست مرات ويصلي وكل جمعة بالجامع وما يعرف. شفتي مالي علاقة عني حجي. نعم قاري قرآن. اي والله وخاتم القرآن. مو انت سؤالك مدري سؤالي كلش بسيط. ثلاث مناحي بعد ليلى من المسجد الاقصى للمسجد الحرام. اها نعم نعم. رحله الاسراء والمعراج. زين بما انتم نقطتين. نعم. وهنا نقطه. هنا راح يصير تحدي. لو تنسحبون وتخسرون زين لو تكملون. يا ان شاء الله كمل. تعال انزلي يا حبيبتي. انزلي 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 انزلي. زين جري ان شاء الله. شلون يوم كلثوم؟ الله بالاغاني مو هالقد يعني. حلو. الرياضه اوكي. انا قلت يوم كلثوم. لا الاغاني مو هالقد. شلون يا عبد الحليم؟ عبد الحليم حافظ. ام كلثوم عبد الحليم كنت قبل مو هسه. وهسه ايش تسمع؟ لا ما اسمع كل شيء ابد. يعني تخسر من الاخير. لا عبد الحليم اسمع. عبد الحليم زين. يعني قارية الفنجان. يعني مرات تدندنها. ادندنها بينك وبين نفسك. إيه قبل لا اروح للحج. قبل لا اروح للحج. هسه شوي راح ارجعك كله. يلا رجعك لعبد الحليم. يلا ماشي. وانت مدندنها؟ ادندنها شوي يعني. بيناتكم ترى صارت. وتوعدين تجيكم مسترى. تنهزمون. يعني يا صوت احلى يفوز؟ ما اعرف. اشوف اللي حافظها. اها الحج يبلش. خلنا نشوف. لا 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 تقول لي الحج. انا سالتك لك بعدين حتى الحج. يلا شد ادل لك يا علي. يا اغنية حبيت ام كلثوم وعبد الحليم. لا لا عبد الحليم. يا هي توبة. راح توبة. توبة. اليوم راح توبة. اليوم راح توبة. توبة عمي توبة. يلا توبة 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 ان كنت احبك تاني توبة. بس قابلني مرة وتبادي اخر نوبة. توبة على حبة.
توبك توبك. تعال انت ورا حتى هنا على الصوت هناك حجي هناك راحت هي خسرت اصلا والله لو باقي كان فازت بدون ما تروح كان فازت يلا حجي عيني مثل ما قلت قارئة الفنجان قارئة الفنجان راح تتوب منا بحياتك يا ولدي بحياتك يا ولدي برأيتك يلا بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود هاي ما شاء الله هنا سبعينين قبل حجي هسه هنا وانت لا لا دقيقة هسه انا حجي هنا هم فازوا تعال يم الحجي تعال اختي يم الاثنين حجي تنسحبين لو تكملين؟ لا كمل كملين؟ كمل مصرة؟ كمل تنسحبين لو تكملين؟ لا كمل كملين يا مطرب تحبين؟ ايوه واحد يعني لا مو انت يا مطرب تحبين يعني اي شيء اسمع لي اي اوكي شو اسمعين؟ خلفك باعد من هسه اذا ما راح تستعجلون راح يفوزون واحدهم وانتو تخسرون اوكي يعني نور الزين سيف نبيل ما اعرف اي شيء المهم اي واحد غني له اغنيه مقطع صغير المهم انت كسرتي الجرأة غني بابا بس قبل كل شيء تقبل تقبل لا لا يعني مقطع صغير تمام خليني اكمل تقبل حجي انا اخذنا الاوكي من عندكم يلا قولوا لها انني ما زلت أهواها مهما يطول المدى لا أنسى ذكراها كافي إيه ذبحوها؟ إيش عجب؟ والله باعي الحج الطاهم ما قبلت بس الحجية ما قبلت فما أتحمل الذبح يعني والله غير شيء غير الأغنية الغير شيء اصعب عليك شنو مثلا ابد لا تحاولين شنو كلمات هيك مو صعب عليك تحاول كلمات متقاطعه صعبه عليك حجي مدخن لا لا ما دخن تمام حجي انت مدخن لا مو مدخن لا تمام حجي هاي تو الحجي اللي باقي اليوم زين المايك باقي بغداد لا راح نرجع شو وقت ما تجي في بغداد تروح لسلسلة مطاعم من اليمن ساحة قحطان بلي بلي بس الحجة تاخذ ماشي يعني شخصين ماشي الثالث تدفع له والله لو الحجة قابلة كان سويناها ثلاثة تستاهل حجي تسلم. مبروك عليك يبارك بعمرك اما انت المايك يمك نعم راح تروح للمتسوق ماركت نعم قسيم الشراء تروح وحدك نعم اذا تاخذ بناتك تشمل من جيبك ترى ليش اقول لك اني ماشي اللي يرموك اربع شوارع نعم هذه هدية مقدمة قسيم الشراء من المتسوق ماركت مبروك عليك اشكرك رحم الله هسه هنا تعال ارجع تعال فايزة تعال تعال اسم المايك اول هدية هي مقدمة من بما تحبون التجميل يعني مو؟ اي قبل من مركز امبريال للتجميل العنوان والتفاصيل والايتمات بداخل الظرف تختارين واحدة تستاهلين شكرا زين اما انت حنفوزها من مركز امبريال للتجميل مبروك عليك طيح المايك ليش انهزمتي؟ لانه ضحكوني لا لا حق غني ها؟ هذا غني اعطيك ظرف احسن منك لا 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 ما اريد اكمل دبريها؟ لا لا ظرف شبيه احلى مصرة تستاهلين مقدم مركز امبريال للتجميل مبروك عليكم والله يحفظكم ويطول عمركم ان شاء الله وحياكم الله مشاهدينا الكرام ننتقل وياكم الى الفقره الثانيه الفقره الثانيه هي قصه ومثل ابو المثل يقول عصفور كفل زرزور واثنينهم طياره شنو قصه هذا المثل ابقوا وياي
السلام عليكم. شلون صحة؟ زينين؟ تمام. شباب جايين شرع متنبي اليوم. أجواء شرع متنبي حلوة. تمام نبي أول واحد. شو اسمك بالخير؟ خالد. خالد. مصطفى. علي. سامر. مرتضى. حسين. حيدر. علي. عبد الودود. علي. مصور؟ إي. مصور محترف لو لا؟ بكيفك تشوف الصور. انا داش لك مصور محترف لو لا؟ ان شاء الله محترف باذن الله. الحمد لله قوي. الحمد لله وشكرا. زين شوف لقطات عندك هيك. هاي واحدة، هاي اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، مو حلوة. تمام. لا حلوات عاشت ايدك. تمام. عندنا مثل لازم اعرف معدكم قصة هذا المثل. ابو المثل يقول عصفور كفل زرزور وفيهم شنو؟ وفيهم طيارة. شنو قصة هذا المثل؟ طي المايك، اسم المايك ما تعرف حول المايك. يلا قصة هذا المثل ما اعرفه. تفضل. حلو كذلك ما اعرفه. حلو والله. تفضل. حلو ما اعرف. حلو ما اعرفه. طول المايك. ها هو انا ادري بيه مثل مصري. ايه اي قصته قربولي شباب. تعال 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 تروحنا قربي يا قرب. ايه مثل مصري. إيه؟ سامع قصته بس ناسيه يعني. ها حلو. إيه؟ طول المايك. حلو شنو السؤال؟ عصفور كفل زرزور واثنينهم طيارة. شنو قصة هذا المثل؟ تفضل أبي. والله ما أعرف. ما تعرف. هنا اثنينهم كذابين. يعني هذا كذاب وهذا كفل همينة كذاب واثنينهم شردوا. هاي القصة ما تهيج. إيه يعني مختصر هذا. لا مختصر. ما أعرف مختصر. لا قصة لا ما أعرف. لا عاد أوكي. نغير. لا غير. نغير. أعطيني يا أمة. نبدأ من يمك. أعطيني ست أمثال عراقية. ست أمثال عراقية. ست أمثال عراقية بسرعة. واللي تقولها أنت مي يقولها؟ غيركم. يلا فكروا. ما اذا فكر انا اضرب ساعه. مشي هذا. يلا فكر مشي متفكر. يرجع ترى ايش دومك؟ ما ابي شيء. دمرتني والله. دمرتني. تعرف لو لا؟ لا ما حط المايك هنا. اعرف بس. ها حلو. ستة امثال. يلا ابدي بلش. اول واحد مال عصفور كفل زرزور من طياره. يلا كذا واحد. هاي واحد. الثاني مال تفضل حبيبي. خير الكلام ما قل ودل. حكمه. ها حكمه. ما ذكرت. حلو. المارضة بجزه رضى بجزه وخروف. واحد. واحد اثنين. خلي حضرني. يلا الميلوح اللي عندنا شو يقول عليه؟ حامض. هاي اثنين. ادري هو ما راح يقدر يكمل الباقيات. الميداني زبيله ما حد يعبي. ثلاثه. بعد شنو؟ القرد بعين ام غزال. أربعة. بعد شنو؟ ام دامك زبيه. بعد جاي حضرني والله. على كيفك. جوائز هوايه والهدايا هوايه. يعني هاي خبزه بنار وعين بجاره. خمسه. بعد واحد. بعد واحد. بعد شنو؟ اللي بعبسه خلي معنا. خلاص هاي ستة مبروك عليك. تستاهل تجي بجائزة. يلا ايش امور ما حاضر. انت اصلا مو يم الموضوع ولا يمك. مو يم انت. هاي الباب اللي يجيك منه ريح. سد وستريح. واحد. بعد ما اتذكر. عندك مشاركة؟ اتعب تلعب. و الباب اللي يجيك منه سد. قاله غيره. لازم غيره. غيره. كلهن قالوهن. كلهن قالوهن. لا اكو بعد اللي على بالي اللي مرن كلهن قالوهن. ها اللي ما يرغب جزا يرغب جزا وخروف. ها اللي ما يرغب جزا يرغب جزا وخروف. ما يرضى بجزة. يرضى بجزة وخروف. اثنين. يلا والقرد بعين ام غزال. ولا لحط لك واحد حساعدك. العمة اذا حبت تشن كان شنو؟ ابليس ايش بيه؟ ما يجي يطلع من الجنة. وين يروح؟ للجنة. يلا للجنة. هاي صار ثلاثة. القرد بعين ام غزال وذي الكحلة منها. خير الكلام ما قال ودل قاله. هاي حكمة. هاي ما يدنى زنبيلة. تدخن مو؟ طيب هاي هدية مبروك عليك وتستاهل. شو اسوي لكم؟ هذا حظكم. ولا واحد يعرف بيكم من الأمثال.
ابد. شكرا لكم، حياكم الله، ممنونين. مشاهدينا الكرام، ننتقل وياكم الى فقره ردد الكلمات السريعه، راح تكون عندي جمل، هاي الجمله تقول لي اياها 7 مرات على السريع بدون ما تغلط ولا غلطه، اذا قلتها راح تفوز وياي بالجائزه، واذا ما قلتها راح تغلط وياي. متنبي. حلو، ابقى وياي. السلام عليكم. وعليكم. شلون صحة؟ الاسم بالخير؟ أثير. أثير. مينا. مينا ياسر. رابع. رابع. مع طول خامس. صالح. صالح. شو اسمك؟ عمار. عمار. عبد الله عماد. عبد الله عماد. نبدي هنا. المايك يمك. راح أعطيك جملة. هاي الجملة تقول لي إياها 7 مرات على السريع. إذا قلتها صح راح تفوز إياها جوز بجهاز كهربائي، جوز سلسلة مطاعم مندي اليمن. مثل اجاد جيلاتو هواي هدايا هواي 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 شركة سكوبار. جاهز؟ جاهز. يلا قل لي هالجملة بسرعة 7 مرات. قط وطارق نط وطق طير طارق. لا صعبة. قط وطارق نط وطق طير طارق. قط وطارق نط وطير طارق. وطق طير طارق. وطق طير طارق. وطق طير طارق. قط وطارق نط وطار. وطار وين؟ للمتنبي. اعطي المايك لمينا. يلا مينا. نعم. جاهزة؟ نعم. تعلمي تعالي تروح. يلا مينا بسرعة 7 مرات. شنو يا جماعة؟ قط وطارق نط. قط وطارق نط وطق طير طارق. قط وطارق نط وقط طير ناطق. وطق وطق طير طارق. قط وطارق نط وقط طير طارق. يلا قط وطارق نط وقط طير طارق. مو وقط وطق وطق طير طارق. باعي. قط وطارق نط وطق طير طارق. باعي. هذني هدايا هواي. اجهزه كهربائيه ومركز تجميل ومركز هواي هواي اكو ظروف هواي ما عدا اللي هناك. يلا قط وطارق نط وطق طير طارق. قط وطارق نط وطق طير طارق. اطلب ابوك اطلب ابوك. يلا حجي يلا حجي قول يا الله. يلا يلا حجي يلا سوي المايك. لا يمك المايك. صعبه صعبه. لا سهله سهله. انا اقول لك سهله. انا بنتي بمكاني. يلا عيد يا مرت اللوخ. اخر فرصه لك. عيدها بس عيدها. قط طارق نط وطق طير طارق. قط طارق نط وطق طير طارق. التيل هذا مين جبتي؟ مين؟ لا ارجع لك اعطيك غير وحده. لا ارجع لك غير وحده. جاهز؟ بس هو شي غيرها مش مو هي. ترى هلا باي باي. جاهز؟ جاهز علي. يلا قول لي هالجمله انت. شنو هي؟ قط طارق نط وطق طارق. بس على كيفك انا ما اقدر افتهمها عليك. قط قط ايه قط طارق نط وطق طير طارق. وطق طير طارق. طير طارق. يلا 7 مرات. قط طارق نط او شنو؟ ونط ونط وين؟ هو نط. نسيت نسيت. ها قط طير طارق. قط طارق نط. قط طارق نط وطق طير طارق. وطق طق طير طارق. دي سوى حرم البابتي تطلع الجن اللي متنبي لو انت توصل. تعال يا امي تعال تعال. يلا حطيكم غير جمله. جاهز مينا؟ اسم المايك بسرعه. قول لي خميس الخباز خبز 5 خبزات. خميس الخباز خبز 5 خبزات. حفظتها؟ اي. جاهز؟ جاهز. يلا خميس الخباز خبز 5 خبزات. 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 دبرت. اطل مينة. يلا مينة. خميس الخباز مينة. خميس الخباز خبز 5 خبزات. 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 يلا مبروك عليك تستاهلين. مبروك عليك. تمام تدبرها ولا لا؟ سهلة هي. يلا خميس الخباز خبز 5 خبزات. خميس الخباز خبز 5 خبز. ها خميس الخباز من هذا؟ خميس الخباز ها خبز 5 خبزات. خميس الخباز 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 خبز 5 خمسات. اي عندي كي يعني كرو ذا خبزات. والله دردك فايدنا هالجمله مالتك ما تعبت ترى. خميس الخباز خبز 5 المايك.
يلا. خميس الخباز خبز خمس خبزات. ايه. خميس الخباز خبز خمس خبزات. خبزات. وحدك عيد. ماشي سعيدين. خميس الخباز خبز خمس خبزات. خميس الخباز خبز خمس خبزات. ها. لا انت قاعد تسولف. لا. ما اعرف شو هذا. انت قاعد تسولف. اعطيني المايك اول شيء. اعطيني هالهدية. اعطيني ذيش الهدية. اي اي عافية عليك. تستاهلين هذا جهاز كهربائي مقدم من معرض الوليد. مبروك عليك يا مينه. حياك الله. زين. عيدها اخر فرصة لك. خميس الخباز خبز خبز خبزات. خميس الخباز خبز خمس 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 خبزات. خميس الخباز خبز كمل. خبز خمس خبزات. خميس الخباز خبز خمس خبزات. خميس الخباز خبز خمس خبزات. خميس الخباز خبز خمس خبزات. مبروك عليك وتستاهل. ها اخر فرصه. ها تعطيني اخر فرصه. اخر فرصه يلا. خميس الخباز خبز خبز خمس خبزات. خميس الخباز 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 خبز خمس خبزات. الهديه تستاهل. مبروك عليك. مشاهدينا الكرام ننتقل وياكم الى الفقره الاخيره من برنامجنا. برنامجنا كل شيء فقره غنوه وشعر. هنا راح يكون تحدي، راح تكون جرائه، راح تكون قوه بهاي الفقره حتى تفوزون وياي بالهدايا والجوائز المقدمه من الشركات الراعيه. اول هديه مقدمه من مركز امبريال للتجميل، مجموعه شركات الحسين السامراء ومعرض الوليد الاجهزه الكهربائيه وسلسله مطاعم مندي اليمن والمتسوق ماركت ومثلجات جيلاتو. ابقوا وياي. السلام عليكم. سلام. شلون صحة؟ مرحبا. ابو منو؟ ابو محمد. ابو محمد شنو اللي خلاك تجي شارع متنبي بصراحه؟ والله على مود الثقافه ونغير جو واجواء يعني حلوه، يعني همين نشوف الشاطئ، نشوف نغير يعني مثل ما تقول فشي جميل، يعني نغير جو هيك يعني تقريبا حلو. اي انت شنو رايك حجي؟ حجي والله دائما اجي على المتنبي على الشعر والكتب والشغلات وهاي والادباء والناس والشعراء، واجي مال القهوه مال شابندر. شابندر اي. وانت؟ والله كوني جديد انا من الموصل الحمد لله وشكرا. من الموصل؟ اي نعم من الموصل. حياك الله. واول مره اصل للمتنبي والحمد لله وشكرا. اي طبعا اول مره اصل للمتنبي والحمد لله اجواء طيبه هنا ومرتاحين الحمد لله وشكرا. تمام. شو اسمك؟ فاطمه. من وين؟ من بغداد. من بغداد. اول مره تجي المتنبي؟ ايه. اول مره؟ اول مره. انت ما شايفه المتنبي؟ لا. وهي مالك بالك؟ تمام. الاسم؟ اسمي رقية. رقية هم أول مرة تجي متنبي؟ نعم. من بغداد من وين؟ من الوزيرية. حياكم الله. تمام. حنبلش هنا. موضوع مو يمكم يمهم. هاك حجي. يا أما تقول لي قصيدة يا أما تغني. يا أما تنسحب فاختار. والله شغلني قصيدة بالقصائد مو قوي. يلا غني وخلص من الموضوع. شغلني يا نزلت البحر تشمس. اي خدت شمس. والله شغل لك بعد هذا طيب باس باس تنسحب؟ ينسحب. تنسحب. تعال حجي يمي. الله يخليك. تعال يمي. يلا حجي. مال سيد خلف عريان سيد خلف. بكيفك؟ ردي ردي ينباع العشق من لا تهوي ونصدي. أيه؟ مثير كل مو في العمر كل كثر كبدي. أيه؟ انا دم ولحم غرقان كبدي. اي اي بس يعني شطك بعد غير شعر نزار قباني كامله قصيده كامله 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 واحد قصيده كامله. ارجع لك. يلا انت سعادي غدا فقد باليوم متبول ومتيم اثرها ان كان مقبوله. ها هي هذه شعرات مال شعرات. حلو. يلا لحظه والله استاذي حافظ يعني بس ناسي والله. ناسي ترى ما عندك امتحان. لا لا يعني والله ناسي. أذرنا. انا راسب ان شاء الله. هاي هي. حلو. تعال حجي يمي تعال خليك 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 خلي. لا خليك يمي خليك ارجع لك غني. انا ما غني ما استحي. كيف شتي؟ لا اريد اريد غير شيء. ماكو هي الفقره لو تغنين لو تقولين شعر صوتها شنو؟ صوتها حلو. لا لا يلا لا لا يلا حتى الهديه ها لا ها هي انا لا ما غني ايش قبل اريد غير شيء فقرات راحت الفقرات وبكتها. لا لا عاد ما اريد. تخسرين؟ اي تخسرين؟ اي اخسر عادي. اكيد؟ اكيد. يلا. انت شغلني اي شيء؟ اي شيء. بس مو كامله. ما اعرف حسب خلينا نسمع. ها عبرت الشط على مودك. لا شو اسوي؟ كملي ليش قطعتي؟ ها
مو انت تضحك والله ما عمي ما راح اقول يلا عمي عبرت الشط على مودك خليتك على راسي كل غلطة سنت من اقدر عبرتي للشط متى كده وغطيتي وغطيت هاي جت ببالي تستاهلين هالهدية مقدمة من مركز امبريال للتجميل بالحارثية العنوان والتفاصيل بداخل البطاقة تختارين ايتم تسوين شيء اللي يعجبك لك ها اشكرك تمام زين هسه غني اي شيء لا حرجع لك فكري فكري على كيفك اقنعيها حتى تفوز حجي غني لي أغنية عايشين بلي الأحلام ولا عرفتي لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأحزان عايشين بلي الأحلام قال عبد الحليم حافظ قال عبد الحليم زين سعوفك مع عبد الحليم إيه متقعد بالشابندر شو تسوي تنزل نرجيلة مو لا والله ما أشرب نرجيلة جيجار أشرب بس قاعد يجيب الأدباء والشعراء وأشوف الناس الطيبة الثقب الثقافيين الهاية قاعد شوية ها. أرتاح إيه والله أرتاح وأنا رجال متقاعد وقاعد يجيب العالم متعوف الجقاير ان شاء الله نعوفها عوفها ان شاء الله ان شاء الله اكو شغله يمكن احسن من الجقاره ان شاء الله النرجيله ما اشربها عوفك من النرجيله احسن عوفها الجقاره الترنيت حج السكر كتلك الترنيت الضغط كتلك شو نسوي ها يا طيب روح والله والديك الله يخليك الله يحفظك كم نفر بالبيت حجي والله ولدي الثاني الزوجين صغار عندك احفاد عندي احفادي راح اخليك تروح انت واحفادك تفرح احفادك بهذا الموضوع إن شاء الله. تمام هاي الهديه مقدمه من ثلاجات جيلات المنصور شارع 14 رمضان بس احفادك تاخذ في تاخذ المره بعد التحر ان شاء الله ان شاء الله تستاهل حبيبي تعال يا لا اريد غير شيء والله ما في غير شيء لا غير شيء ما اقدر حط شيء متنبي تاخذيه ابي اجيب غير شيء لا غير شيء ها لا غير شيء فكري لا ما اقدر مو تقولش صوتك تقولش صوتك حلو لا لا مو صوتي ما حلو زين انت مستحيه لا ما استحي خلاص بس انا ما حافظه اي شيء اذا غنيت يعطي جائزة مو جائزه بشرط لا لا ثلاث جوائز لا 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 رد فقره اي عادي هاي مثل ما قبل شويه مال البنات يا ما شنو هاي البنيه من تسالها وجابك لا هاي خلصت هاي الفقره الاولى بس احنا بالفقره الاخيره لا ما اقدر تخسرين اي عادي حتى تروحين انت واختك مو اي اختي تروحين مركز تجميل لا انا عادي ما يهمني جهاز كهربائي لا لا سبلت لا ما اريد مكيف ثلاجه لا اريد قلت لك فقرات سفره تركيا لا ما اريد ايش تريدين هم ماشي ايه؟ راح اعطيك جمله تقولي لي اياها سبع مرات على السريع ايه؟ بس سهله مو صعبه كيفش انا اعطيتك والله اعطيتك الاسئله تغنين بس انت رحتي على الجمله الصعبه اي بالله قولي لي هاي الجمله سبع مرات على السريع قولي لي شمس تمشي وشمس مشمسه شمس تمشي وشمس مشمسه مو مشمسه مشمسه يلا بسرعه شمس تمشي وشمس مشمسه شمس تمشي وشمس مشمسه ايه؟ شمس تمشي وشمس مشمسه مشمسه بالتقاطع مع الرواد هاي يسوون كوكتيل عصاير طش غيرها سهله سهله اي سهله يلا قولي لي صفحة سبعة صعبة صفحة صعبة لا سبعة صعبة صفحة سبعة صعبة صفحة سبعة صفحة سبعة صعبة شنو عائلته شو كن حطيش غيرها حوصل وياش لآخر شيء يلا زين قولي لي قطة وطارق نط وطق طير طارق شو صعبة شو تريدي لا صعبات صعبات لا غني مقطع سيف نبيل اخذ الجائزه وروحي لا انا استحي استحي لا تخسرين انا حافظه كلهم بس استحي تخسرين اي عاد اخطا تخسرين لا اخطا انا اعطيتك كل الاحتمالات ولا وحده جاوبتي من عندها اي شكرا لك حياك الله زين لكن هنا اعطيتها كل الفرص ما قدرت انه تقدر تغني له اغنيه منو بيكم راح يغني أغنية أو يقول لي شعر لكن ما حد دبرها مع الأسف الشديد خل أخذ فاصل من بعدها راجع لكم السلام عليكم عليكم شلون صحة اسم بالخير محمد من وين محمد من سليمانية حياك الله الله يسلمك راكان سليمانية من الموصل من الموصل قريبين ايه ايه أحد من الأخ تمام حجي شلونك شو اخبارك الحمد لله من وين انا من يم بغداد يعني بغداد من بغداد مسرح الوطن هاي المسرح الوطني أي. تمام أي. حجيه فقره اسمها غنوه شعر راح تغني لي فوزين لا احكي لك دارمية
لا انا اريد اغنيه، تقدر تغني؟ على الحب، على الحب. الاغنيه على الحب او دارني على الحب؟ دارمي دارمي. وراها تغنين؟ دلل. يلا نسمع الدار، هات المايك. يلا سمعني دارمي على الحب. يلا خلي اغني لك اول شيء مال امل خضير. اويلي. يلا. في دو اهل الحساد ابتلى وبلوى. لا غنيها غنيها. هذا دارمي ولا الاغنيه؟ لا الاغنيه. اغنيها اغنيها والقصة عوبتي. يلا بسم الله اللهم كلهم طارا. هذا حظك بعد. يلا لا 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 غني غني. يلا غنيها. يلا والله رحت لك فدوة مشون والله نسيت استغفر الله راحت من بالي. يلا يلا زبيت روحي تبل على الدرب يمشون. ايه؟ اشتميت خضرة ومسك اطلبوا ما يطون. ايه؟ العشق باب وغلق ما ينحكي للناس. ايه؟ هاي هذا الدارمي؟ ايه دارمي. والاغنيه وين؟ الاغنيه فطني على الاغنيه حتى اغنيها. زين انت شو تحبين اغاني قديمه؟ انا قديمه هوايه احب. ام كلثوم؟ لا ام كلثوم مو طويله شويه. اي مقطع؟ مقطع؟ اي امل حياتي. اي من وين؟ امل حياتي. بعد الشباب انت تغني. يلا حجيه. املي حياتي وما انساهن والله انساهن بالقران بروح امك. ماشي والله خلاص خلاص. اقفي امي اقفي ها تعال وين راح حجيه؟ اسم المايك. يلا. أغنية سريعة كردية. 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 يا رب يلا. أغنية سريعة ما أعرف والله. أغنية كردية. إيه. يلا. والله. أكل أو ماكو. إيه أكل. يلا. وكون يكون كنا جرقم لتاو هجراني توبويا. بسو زيني أسوتيمو بنغميني أنا لينم وكوني كن كنا جرقم لتاو هجراني توبويا بسو زيني أسوتيمو بنغميني أنا لينم. ترجم لي ياها. الناي ما اعرف بالعربي شو يسمونه هذا الناي. الناي ايه الناي هو ناي يقول مثل الناي كبدي متزرف. اي مثل الناي يصيح كبدي. هاي كل اغنيه مثل الناي كبد. اويلي على كبدك. اويلي على كبدك. اطي اغنيه مصلاويه. أني من العرب يعني مو من الموصل الأصليين لكن عندي شعر ما عندي أغنية. شعر شعر؟ إيه المتنبي. بالله يا شعر متنبي. هو حاجة تسبحك عن بعد فحيي. لا أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي. حافظها كلها؟ لا مو كلها جزء. يلا. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمموا كم تطلبون عيبا فيعجزكم ويكره المجد ما تأتونه والكرم ويكره المجد. شوية توتر أول. تمام تمام تمام. أعطيني هاي هديتين بين علالك اثنين. أغني لك مع حسام. رجع لك حلو مع حسام. أول هدية هاي لك وهاي ثاني هدية لك. مبروك. وأعطيني هذا الجهاز الكهربائي. تستاهلين حجية. انت قلتي لي وضعك مو زين وحبيت تشاركين. لا العفو يحفظك. تستاهلين جهاز كهربائي. ليش مبروك. تعال حجية تعال. مرة وين بتقولي روحي وين تي تروحين وين؟ والله راح على رحمة اكثر مطرب تحبيه منهم وين؟ اني ايه؟ ياس خضر. ايش عجب اموت على ياس خضر. يا اغنية تحبين من عندي القلب قارن الاغاني كلها طيرتيها. الله العظيم. ليل البنفسج. لا هاي طويله شوي ليل البنفسج. ما شاء الله شو غني العاد. لا والله والله ما استحي قدام العالم اغني الا اقول لك الصراحه. هلا بحجيه حياك الله. يلا يا ابن الحسام. مو حسام. سلم على قناه ابن حاتم. صار مره ابن حاتم العراقي. قصي. اي يلا قصي حاتم. ذكرتك والسما مغيمه. ذكرتك والسما مغيمه وعليك الروح محتاره. الله مدري الدمع من العين مدري السما المطاره. وينك يا الماي لك عنوان واسمك ضاعت اخباره. البحر لو يبعدك عني اسوي القلب عباره. الله عليك. هن البحر لو يبعدك عني اسوي القلب عباره. اشوفك وين يا مهاجر
قل لي باي بلد صاير، قل لي باي بلد صاير، اشوفك وين يا مهاجر، فراقك مو سهل عني ولا هي اسمى وتعدي، تعالوا طيب الخاطر اشوفك وين يا مهاجر. عاشر، شكرا لك. شكرا لمتابعنا مشاهدينا الكرام ببرنامجنا، برنامج يرهم. كل كانت الاجواء كلش حلوه اليوم بشارع المتنبي، واكيد شكرا لشركات الراعيه، شكرا الى المصور علي حسين وايمن الخالد، وانكم تقديم خطاب القصاب، واقول لكم